الديفليكشن تايب. الديفليكشن تايب فكرته في البدايه في عندي واحد من هذول بتغير لانه بيقيس بروسيس معينه. يعني راح اشيل حتى هذه كلها من هون، اوكي، وراح اشيل هذه كمان من هون، وراح اشيل السماعه لانه هذا بطل، هذا صار اوتبوت. هلا هذا الاوتبوت بده يروح على مثلا بيك مايكرو كنترولر او انسترومنتيشن امبليفاير، وراح اكبره طبعا، راح يكون صغير، ممكن يكون سترين جيج، ممكن يكون اي شيء. هلا هون اللي بصير في عندي واحد من الفاريبلز هذول او الاربعه كلهم هم عباره عن ميجرمنت، يعني ممكن يكون هذا مثلا زد بلس وهذا زد بلس، هذا زد ماينس وهذا زد ماينس، زي ما شفنا بسترين جيج. ها متذكرين؟ هلا هذا صار ديفليكشن، بس شو لازم اعمل؟ في البدايه قبل ما يكون عندي اي فورس لازم يكون الاوتبوت هون زيرو، فبكون في عندي كاليبريشن في مكان معين، مثلا يا بعمل كاليبريشن لهذا او بكون في عندي قطعه هون بعملها كاليبريشن، بعمل زيروينج في البدايه قبل ما يبدا يصير عندي اي انبوت، فبضل اعمل زيروينج لحد ما يصير الاوتبوت من هون زيرو. هذا ايش معناه الزيرو؟ معناه انه فيش انبوت، فيش فيزيكال انبوت، فيش بريشر او تمبريتشر. بعدين بيبدا يتغير الفاريبل، مثلا اذا كانوا هذا بيقيس تمبريتشر عماله فرضا او بريشر، اذا كانوا واحد هذول او بالحاله هاي اثنين راح يكون عندي، راح يكون عندي هذا وهذا، راح بالحاله هاي تبعت البريشر هذا ما راح يتغير، راح يتغير هذول الاثنين، وراح يتغيروا لما يزيد البريشر مثلا واحد من هذول بزيد وواحد بنقص والعكس. شو راح يبدا يبين معي هون؟ اوتبوت فولتج. هذا الاوتبوت فولتج بتناسب مع الانبوت فاريبل، تغير الانبوت فاريبل، وهذا بنسميه ديفليكشن. يعني عم بعطيني ديفليكشن، بيختلف عن فكره النال، وهذا هون راح تصير دائره اقيس فيها. هذا عاده يستخدم في الميجرمنت ديفايسز. النال يستخدم عاده في المختبرات عشان ايش اعمل؟ اقيس بدقه عاليه قيمه فاريبل اللي هو كاباسيتنس او ريزيستنس او فريكونسي او ريزيستنس.